ولإلقاء الضوء أكثر على نتائج التحقيق في فاجعة الحمدانية والتي جاءت مخيبة للآمال بحسب توصيف أهالي الضحايا وقادة الكنيسة السريانية الكاثوليكية، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الكاتب والباحث السياسي أحمد صبري. مرحبا بك معنا. يا مرحبا. كما تعرفون سيد أحمد، بحسب صحة نينوى عدد الضحايا ارتفع إلى 113، بينهم 41 جثة لم يعرف يتم التعرف عليها، في وقت أصدرت فيه لجنة التحقيق نتائجها التي انتهت إلى أن لا شيء بحسب مراقبين. لماذا تخرج نتائج التحقيق في كل فواجع العراق بعد 2003 متشابهة إلى هذا الحد؟ يعني نتائج التحقيقات في فواجع العراق هي واحدة، تعبر عن إصرار السلطة السياسية بعدم إبلاغ الجمهور بنتائج الحقيقية لهذه الفواجع، لذلك تكون لجان التحقيق روتينية وغير فاعلة، وبالتالي لا تؤشر بشكل مباشر على الفاعلين في هذه الفواجع. نعم، طيب، هذا الغضب المتصاعد بين مسيحيي العراق والمؤسسات الدينية والسياسية، حيث كما تعرفون وجهت أصابع الاتهام إلى من يرونهم محميين بسلاح الميليشيات، هل أبقت الميليشيات على أحد في العراق لم تؤذيه؟ بالتأكيد الميليشيات تتمدد في العراق وبالتالي تتوغل في المجتمع العراقي، وبعدين هذه الميليشيات تحمل فاسدين وتحمل مجرمين كما جرى في حادثة العبارة بالموصل وأيضا فاجعة الحمدانية، لذلك أقول أن الميليشيات هي التي تحمي هؤلاء وتمنعهم من المساءلة والوقوف خلف القضبان. نعم، هناك يعني نوع من التكامل بين أدوار العديد من الجهات عندما تحصل فاجعة أو حادثة يعني ضخمة من الطراز الذي رأيناه قبل أيام في حادثة الحمدانية. هذا النوع يفترض أن تكون هناك لجنة تحقيق مهنية تقوم بدورها وتخرج بنتائج ملموسة على الأقل أو نتائج ذات قيمة، ثم تكون هناك جهات تنفيذية وقضائية تقوم بمحاسبة ومساءلة المسؤولين. والمعلومات التي خرجت بخصوص الحادثة تثبت أن كثيرا من الجهات لا تقوم بالدور المطلوب منها، وكأن الذين توفوا في هذه الحادثة هم أشخاص يعني هي مجرد أعداد لا قيمة لها. نعم، هو هذا واقع الإنسان بالعراق، لا يلقى أي رعاية واهتمام، وبالتالي يتحول هذا الإنسان إلى ما جرى في الحمدانية. هذه اللجان بتقديري ومعظم اللجان التي شكلت في التحقيق في قضايا مماثلة لن تخرج بنتائج حقيقية، وبالتالي لا تؤشر على الفاعل الحقيقي الذي يقف وراء هذه الفواجع التي أدمت العراقيين وحولت قاعة الأفراح كما يقال إلى مأتم بشري وإلى مسلخ متفحم لعشرات الجثث التي حقيقة وضعت في هذا المكان. نعم، إذا كانت أستاذ أحمد كلمة السر في عدم المحاسبة هي المتنفذون، هل السودان الذي تعهد بمحاربة الفساد قادر على مساءلة هؤلاء المتنفذين؟ بتقديري لا، لأن هؤلاء يمتلكون القوة، وبالتالي السوداني حقيقة يقف وراء السلاح المنفلت، سلاح الميليشيات. معظم العراقيين الذين يسكنون في الحمدانية وأيضا جهات أخرى وجهت أصابع الاتهام إلى بابليون هذه الميليشيا المسيحية التي تأتمر بالميليشيات الحقيقية بالعراق، وبالتالي السوداني لا يستطيع أن حقيقة يوجه الاتهام وبالتالي محاكمة هؤلاء، لأنهم من بقايا ومن أذرع الميليشيات في العراق. نعم، رئيس أساقفة أبرشية الموصل طالب بفتح تحقيق دولي ومحاسبة المسؤولين عن الفاجعة، لماذا يهرع المقهورون دائما والمضطهدون إلى تدويل قضاياهم؟ لأن هناك عجز حكومي وإهمال حكومي
لمعرفة الحقائق على الأرض، ما جرى في الحمدانية حتى إذا تحول إلى اللجوء إلى القانون الدولي والمحاكم الدولية، وأيضا إلى الجهات التي تريد أن ترى الحقيقة واضحة بتقدير هؤلاء سفلاء يسمح لهم أن يدولوا هذه القضية، لأن أي دليل في هذا الموضوع ربما يضع حكومة المالكي عند المسائل الدولية، وهذا ما يكافح من أجل منعه. لكن هل هذا ممكن؟ هذا يعتمد على مفهوم أو الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتعاطي مع هذه القضية، وبالتالي المجتمع الدولي هو الذي يقرر ما إذا كان سيخضع هؤلاء إلى المحاكم الدولية. نعم، أشكرك جزيلا الكاتب والباحث السياسي من عمان الأستاذ أحمد صبري.